الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نتواصل مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية تلاصيلة. ينطلق شوطنا السابع والمخصص أيضا لسن المفاجآت وسن الحجايج، والمسافة هي 4 كيلومترات. الصدارة المقدمة والمركز الأول، الاندفاع هناك أيضا على صدارة هذا الشوط مرموق مبارك بن سلطان بن قران المنصوري المركز الثاني. أتابع هنا هناك الوصول هنا من النشمي حارب بن محمد أيضا بن حمد الاكتبي المركز الثالث. هناك أيضا اللي قادم من الجانب الأيمن ويتسلى شاهي منصور بن أحمد بن شملان أيضا في هذه هنا أيضا في هذه اللحظات الفلاحي، بينما المركز الرابع هنا أتابع التحدي والإثارة، أتابع السيطرة هناك أيضا من المراكز الخلفية، الشعارات القادمة، الأسماء العملاقة هنا أيضا تسلل من مركز تلو مركز. هنا أيضا الوصول مع المركز الرابع في هذه اللحظات شاهين سالم بن محمد أيضا بالشرقي العفاري، بينما هناك أيضا أعزائي المشاهدين المركز الخامس الله الله يا سلام اللي قادم. هناك أيضا حماس محمد بن علي بن سلطان الشامسي والمركز السادس. أتابع القدوم، أتابع التحدي من مياس راشد بن محمد بن راشد المنصوري، وهناك أيضا الوصول مع المركز السابع شاهين محمد بن سالم بن محمد بن ضبيعة الاكتبي والمركز الثامن. أشوف هناك أيضا أتابع الديجور سعيد بن بخيت بن ناصر العامري، هناك أيضا تدخل هذه السلالة انتاج المختبر، بينما المركز التاسع في هذه اللحظات في هذا المسار في هذا التحدي والإثارة هنا أيضا هناك كفو ثاني بن علي بن سيف الدرمكي والمركز العاشر في هذه اللحظات. أشوف التقدم هنا، التقدم أعزائي المشاهدين من المراكز الخلفية، وصول هناك جميل مميز من مجد سلطان بن خلب بن خادم بن محمد الرميثي. هكذا الأسماء الجميلة، هكذا التحديات والإثارة في هذا الشوط. سيارة 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 وضعت لصاحب المركز الأول التحديات والإثارة. من هو سعيد الحظ في هذا التحدي في هذا المسار ما بين هذه الشعارات الجميلة؟ عودة إلى الصدارة، المركز الأول مرموق ما زال على صدارة هذا الشوط. يا سلام الشعار الوهباوي، بينما هنا المركز الأول الذي يتسلل في هذه اللحظات. أشوف شاهين، أشوف شاهين شعار بالشرقي هنا أيضا سالم بن محمد بالشرقي العفاري على الصدارة مع المركز الأول، ولكن المركز الثالث وصل هنا أيضا حارب حارب بن محمد بن حمد الاكتبي. وحارب يا بن حارب هنا أيضا مع النشمي، مع انطلاقة النشمي المركز الرابع. أتابع هناك أيضا الوصول في هذه اللحظات من شاهين محمد بن سالم بن محمد بن ضبيعة الاكتبي. يا سلام أشوف الشعارات قادمة من المراكز الخلفية، والسيارة هنا أيضا بالانتظار. الشوط بدأ يشتعل على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول هنا خماسية الماسية على صدارة هذا الشوط مع هذا الكيلو الأخير الكيلو الخطير. دخلنا أجواء هذا الكيلو، دخلنا في هذا المنعطف، ولكن صدارة هذا الشوط صدارة هذا الشوط. هناك أيضا مع شاهين هناك سالم بن محمد بالشرقي العفاري على صدارة وعلى المركز الأول هنا المركز الثاني اللي تدخل كفو. هناك أيضا وصل كفو، انتقل كفو ثاني بن علي بن سيف أيضا الدرمكي على ثاني المراكز المركز الثالث. أتابع النشمي حارب بن محمد بن حمد الاكتبي على المركز الثالث في هذه اللحظات، ولكن وصلني اسم شاهين راشد بن حمد بن راشد النعيمي هنا وصل هذا الشعار مقدما انطلاقة النشمي في هذا الشوط. ولكن خلاص أعود إلى العرض، أعود إلى العرض هنا أيضا هنا جولة الأوامر النهائية على صدارة هذا الشوط.
الشوط بدأ الاندفاع نحو السيارة، نحو المقدمة، نحو المركز الأول. شاهين، شاهين بضبيعة هناك أيضا اللي ماخذ الزاوية بحاله من الجانب الأيمن، وهناك أيضا أعزائي المشاهدين قفو ثاني بن علي بن سيف، أيضا الدرمكي، الدرمكي، الدرمكي على صدارة هذا الشوط 300 متر الأخيرة. هنا الناموس عيناوي، التحية عيناوية، الشعار العيناوي هنا من عاصمة الميادين مدينة الخضرة والجمال العين دار الزين، هنا تحتفل بهذا الناموس، تحتفل بهذا الأداء هناك أيضا وبهذا العرض الجميل. سلام يا العين، سلام سلام هنا أيضا على صدارة هذا الشوط المركز الثاني. أتابع هناك أيضا الوصول شاهين محمد بن سالم بن محمد الاكتبي، والمركز الثالث كان من نصيب. هنا ايضا الوصول من شاهين راشد بن حمد بن راشد النعيمي، والمركز الرابع كان من نصيب هناك شاهين عوض بن صالح بن محمد ايضا بن محسن، والمركز الخامس ايضا لحظات الوصول من الطاغي خليفه بن سالم بن حميدي ايضا الدرعي. هكذا النتيجه للمراكز الخمسه الاوائل المتقدمه. عوده الى قناه ياس ايضا للتوقيت الزمني، كان العرض جميل ايضا اعزائي المشاهدين. التوقيت الزمني لحظات الوصول والعبور الى خط نهاية 6 دقائق 6 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس كان من نصيب كفو. هنا أيضا أعزائي المشاهدين أيضا كفو ثاني بن علي بن سيف الدرمكي، المركز الثاني كان من نصيب. هناك أيضا التوقيت 6 دقائق 7 ثواني جزءا يتيما من الثانية كان من نصيب شاهين محمد بن سالم بن محمد بضبيعة الاكتبي، والمركز الثالث أيضا اللي حاصل على المركز الثالث كان من نصيب شاهين راشد بن حمد بن راشد النعيمي. والتوقيت الزمني لحظات الوصول 6 دقائق 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية أو 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أيها الحمد الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، ما كنتم أسعد الله صباحكم هذا بكل خير. أحييكم.